بياخدوها ملكهم، حسبنا الله مش ملكهم، والله ما ملكهم، كل المسلمين في الكرة الأرضية ليهم في البترول ده. أيوة، لأن إحنا أمة واحدة. إن دول لما البترول اللي طالع عندهم بياخدوه يوزعوه فيما بينهم. طب أنا واحد من الناس كمسلم، فين حقي في هذا البترول؟ مش ده بترول الأمة؟ آه طالع فين مش مشكلة، لكن ده بترول الأمة الإسلامية، لا، ياخدوه بينهبوه. يوم الفقر شلت علينا عيوبه، واليوم عقب النفط جيتوا لنا انساب، ويوم الفقر فينا البداوة سبوبة، واليوم صرتوا مثلنا بدو أعراب، لو الهوى منكم منعت هبوبة، لا شك رزاق الملا رب الأرباب، ولو المطر منكم منعت صبوبة، لا شك رزق الخلق من عند وهاب. جيش الحسد سقتوا علينا حروبه، كل يبي يزرع على جسمنا ناب، حربا على المحسن تراها عقوبة، يلا عساكم ما تفيدون حراب، يا ما عطينا ما ندور مثوبة إلا من اللي من ترجاه ما خاب، ويا ما نصرنا صاحب ضيقوبة، عاداتنا نقدم إلى مر ديهاب، ويا ما نصانا من تعثر دروبه، يدخل حمانا من تعذرها الأصحاب، وحنا زرعنا الحب برضا خصوبة، وانتم زرعتوا كره الأجيال بتراب. وحنا زرعنا الحب برضا خصوبة، وانتم زرعتوا كره الأجيال بتراب.